يقول الحافظ العراقي رحمه الله فيما كتبه حول التعريف بالتابعين: فقد عرفنا أن التابعين هم الذين لقوا الصحابة رضوان الله عليهم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. هذا هو التعريف المختار للتابعين. وقد ذكر الإمام العراقي مسائل تتناول هؤلاء، حيث قسمهم إلى طبقات، وحيث تناول بيان أفضلهم، من أفضلهم، لأن أهل العلم اختلفوا في تفضيل التابعين، فبعضهم قدم سعيد بن المسيب، وبعضهم قدم قيس بن أبي حازم وأبا عثمان النهدي، وبعضهم قدم أويسا القرني أو القرني. ورجح الإمام العراقي رحمه الله رأي من قدم أويسا لورود النص في ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أن خير التابعين هو أويس، واعتذر عمن فضل غيره عليه، إما لعدم وصول الخبر إليه أو لأنه فرق بين العلم والخيرية. يعني أويسا كان من العباد، وأما سعيد فقد كان من العلماء، فاعتبر الخيرية باعتبار العلم، واعتبر الخيرية باعتبار العبادة، فقال من حيث العبادة أويس، ومن حيث العلم هو سعيد ابن المسيب. وكنا قد وقفنا عند هذا، حيث يقول المسألة الثانية: اختلفوا يعني أهل العلم في أفضل التابعين. فقال عثمان الحارثي: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أفضل التابعين سعيد بن المسيب. فقيل له: فعلقمة والأسود؟ قال: سعيد وعلقمة والأسود. يعني كرر سعيد وعلقمة والأسود كأنه يرتبهم، وهو المراد بقولي لكنه الأفضل، هكذا أشار إليه العراقي في ألفيته، قال: فالضمير لسعيد. وقال علي بن المديني وهو قرين للإمام أحمد: هو عندي يعني سعيد بن المسيب أجل التابعين. قال: وقال أبو حاتم الرازي: ليس في التابعين أنبل من ابن المسيب. فهؤلاء ثلاثة من الأئمة كلهم يفضلون سعيدا على غيره من التابعين. وقال ابن حبان: هو سيد التابعين. قال: ورد عن أحمد أيضا أنه قال أفضل التابعين قيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي ومسروق يعني ابن عبد الرحمن، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين، لكنه إن جمع بين أقواله فيرى أن أقدمهم وأفضلهم سعيدا، يرى أن أفضلهم سعيد. قال: وعنه أيضا قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان يعني النهدي. ولعل الإجابات المختلفة يعني تكون لها مبررات وموجبات، فربما سأل عن أفضل التابعين على الإطلاق، وربما كان السؤال مقيدا فكانت الإجابة مختلفة. قال: لا أعلم في التابعين مثل عثمان وقيس.
مثل أبي عثمان يعني المهدي وقيس يعني ابن أبي حازم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي قال اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وهذا جمع حسن حيث جعل أو قيد الأفضلية بالمكان أو قيد الأفضلية بالجهة، فقال اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، وأهل الكوفة يقولون أويس قرني، واستحسنه ابن الصلاح، يعني استحسن هذا الرأي. قلت والقائل هو الحافظ العراقي، الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة، يعني من إن أفضل التابعين أويسا. قال لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث، وأخبر أنه بار بأمه، وأخبر أنه إذا لقيتموه فاسألوا الله فاطلبوه أن يدعو الله لكم. وكان عمر رضي الله عنه كلما جاء وفد من أهل اليمن سألهم أفيكم أويس، حتى لقيه وأخبره بالخبر وطلب منه أن يدعو له، فدعا له، ثم إنه اندس بين الناس وخفي أمره ولم يعرف، حتى يعني خشي على نفسه من الفتنة. لذلك قال الحافظ العراقي إنه أفضل التابعين، إنه أفضل التابعين لما ورد فيه من الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعتذر الإمام العراقي عما ذهب إليه بعض أهل العلم كالإمام أحمد ونحوه من أنهم ربما لم يقفوا على الخبر أو لم يصح عندهم الخبر، وكونه لم يصح عندهم فيه نظر، لأن الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن قد يقال إنهم لم يقفوا عليه أو أنهم قصدوا الخيرية المقيدة بالعلم للمقيدة بالعبادة. قال بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث. قال فهذا الحديث قاطع للنزاع، يعني مزيل لمحل الخلاف. وأما تفضيل أحمد بن حنبل لابن المسيب وغيره فلعله، وأما تفضيل أحمد بن حنبل لابن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنه، أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم للخيرية، ولعل هذا القول الأخير هو وجه الجمع. قال وقد تقدم في معرفة الصحابة أن الخطابي نقل عن بعض شيوخه أنه كان يفرق بين الأفضلية والخيرية، والله أعلم، يعني وهذا مما يرجح ويؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد. قال وفي نساء التابعين الأبدى حفصة ثم عمرة أم الدرداء، كما أنه ذكر أفضل التابعين من الرجال أعاد ذكر أفضل التابعين من النساء، فقال إن أفضل التابعين من النساء على سبيل الإطلاق، وهذا معنى قوله الأبدى، هي حفصة يعني بنت سيرين أخت محمد بن سيرين،
ثم عمرو بنت عبد الرحمن، ثم تأتي أم الدرداء وأريد بها الصغرى، لأن أم الدرداء الكبرى تعد من الصحابة رضوان الله عليه. يقول العراقي ناذرا بعد أن نظم: هذا بيان لأفضل التابعيات، فقولي الأبدى أي أبداهن بمعنى أولاهن. في الفضل قال: وقد روى أبو بكر بن أبي داود بإسناده إلى إياس بن معاوية قال: ما أدركت أحدا أفضله على حفصة يعني بنت سيرين. فقيل له: الحسن وابن سيرين. قال: أما أنا فلا أفضل عليها أحدا. وقال أبو بكر بن أبي داود: سيدة التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن. قال: وثالثتهما وليست كهما، يعني ما تساويهما في الفضل، أم الدرداء يريد الصغرى، واسمها هجيمة، ويقال هكذا عندكم لأن في بعض النسخ ويقلل، ولعل الصواب ويقال. قال: ويقال جهيمة، يعني بقلب الاسم بدلا من هجيمة جهيمة. فأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية واسمها خيرة، خيرة. ثم قال رحمه الله بعد أن بين أفضل التابعين، أراد أن يذكر إن في التابعين خصوصية، ذلك أن ثمة مجموعة من علماء التابعين عرفوا بذلك، مجموعة من أهل العلم عرفوا بذلك، تميزوا بأنهم من التابعين وأنهم من أهل العلم. وجل هؤلاء العلماء في التابعين كانوا من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، فجمعوا بين خيرين: كونهم من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكونهم جمعوا العلم، ولذلك نالوا هذه الخيرية. وفي هذا يقول الحافظ العراقي: وفي الكبار الفقهاء السبعة. وفي الكبار يعني في كبار التابعين الفقهاء السبعة: خارجة والقاسم ثم عروة، هؤلاء ثلاثة، ثم سليمان، عبيد الله سعيد، والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. أي إن هناك سبعة من الفقهاء يسمون بالفقهاء السبعة، وهم من أفضل ومن كبار التابعين وأفضلهم، ستة اتفق عليهم والسابع اختلف فيه. وسيمر بنا أن من أهل العلم من جعلهم 12 فقيها ولم يتصر على هؤلاء السبعة. أما الستة المتفق فيهم فذكرهم بأنهم خارجة، يعني ابن زيد بن ثابت، أبوه زيد بن ثابت كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، ومحمد ابن أبي بكر كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن له رؤية، ذلك أن أمه ولدته في الميقات عند حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عروة ابن الزبير بن العوام ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروة ابن أسماء بنت أبي بكر،
وعائشة رضي الله تعالى عنها خالته، كما أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عمة القاسم بن محمد بن أبي بكر، ولذلك أكثر القاسم وعروة من الرواية عنها. وأما سليمان فهو ابن يسار، سليمان ابن يسار. وأما عبيد الله فهو ابن عبد الله بن عدي، فهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه. وأما سعيد فالمراد به ابن المسيب ابن حزم، وأبوه صحابي رضي الله عنه. واختلفوا في السابع، فقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقيل هو أبو بكر، هو أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث. هؤلاء هم الفقهاء السبعة، وستة منهم متفق فيهم، والسابع منهم من يجعله أبو سلمة، ومنهم من يجعله سالم، ومنهم من يجعله أبو بكر بن الحارث. يقول الإمام العراقي: من المعدودين في أكابر التابعين الفقهاء السبعة. وكان هؤلاء الفقهاء السبعة يجتمعون عند عمر بن عبد العزيز، وكان لا يخرج عن رأيهم إذا قالوا شيئا. ويذكر أهل العلم أن الإمام مالك رحمه الله إذا لقي أو اجتمع الفقهاء السبعة على قول اعتمده واعتبره هو قول أهل المدينة، فيكون مصدره في مذهب أهل المدينة ما رآه الفقهاء السبعة، لأنهم كانوا مقيمين في المدينة أو لأنهم كلهم من أهل المدينة. قال: من أهل المدينة وهم خارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. فهؤلاء هم الفقهاء السبع عند أكثر علماء الحجاز كما قال الحاكم. قال: وجعل ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك، جعل بدلا من أبي سلمة سالم بن عبد الله ابن عمر مكان أبي سلمة، يعني ابن عبد الرحمن. فقال: كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن آرائهم سبعة، فذكرهم، يعني ذكر هؤلاء السبعة. وقد نظمهم بعضهم بقوله: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجا، فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجا. فاعتبر أبا بكر. وهنا يعني يذكر المحقق تعليق، وما كان ينبغي يعني أن يذكر في كتب العلم، لأن هذا لا يستند إلى دليل، وربما وافق الصدفة. ذكر المحقق أن هؤلاء الفقهاء السبعة يريد أن يجعل لهم كرامة رحمهم الله، وهم لا شك أنهم من أهل الكرامة، فكونهم اجتمعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم، وكان الناس لا يصدرون إلا عن رأيهم، فإن هذا فيه من الخير الكثير، وفيه من الكرامة، وفيه من الفضل ما يغني عن غيره. لكنه رحمه الله، أو لكنه جزاه الله خيرا، يعني أحب أن يذكر طرفة. يقول: إن من كان عنده قمح يريد أن يخزنه
بحيث يمكث مدة طويلة لا يضربه السوس. يقول يا أخوه كحفة، هكذا سماها، أو شكفة، والشكفة هي عبارة عن طين يجفف. هذا الطين عادة ما يحرق ليكون يعني